نبقى بمعرض الفن التشكيلي وفنان جديد بينضم لنا جورج منصة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك جورج. بدايه حضرتك بترسم وجوه المشاهير بالاسود والابيض، ليش هالتوجه تحديدا؟ اللي هو اجمالا اخترت الاسود والابيض هو خرق لعالم الالوان اللي نحن فيه بالاجمال، والبورتري بحد ذاته بيظهر بالاسود والابيض اشياء ما بتبين بال هيدي من النظره الفنيه اكيد طبيعي. ابرز الوجوه دي اللي رسمتها مين هي؟ بدأت بمشاهير عالميين منهم عمر الشريف، تشين كونري، روبرت دينيرو، وبعدين اتطرقت للنجومية اللبنانية بداية بالأشخاص اللي هن لبنانيين والعرب، نجوم أكيد لبنانية وعرب، بداية من تلفزيون لبنان، شخصيات اللي هن الجولدن ايج بنعتبرهم، وللأشخاص اللي هلأ على الساحة. جورج، عادة ابتديت بهالفن بفن الرسم بوجوه المشاهير، يعني بلشت هيك ترسم ولا غيرت شوي؟ لا، أنا إجمالا بتناول جميع المواضيع، بس أحب شيء عندي هو البورتري وحبرت أعبر عن هلا. حضرتك موجود كمان من ضمن فعاليات هالمعرض، احد الفنانين المشاركين. اول مشاركه لك بمعرض الفن التشكيلي؟ اول مشاركه بالاكسبيريمنتال اللي هي شيء جديد، برضه تناولت نفس الموضوع اللي هو الوجوه، حبيت اعبر عنه بطريقه دمج المعاصره بالماضي، بورتري بطريقه 3D، بس بعدني ضمن اطار البورتري اللي هني سعيد عقل ووديع الصافي. عادة تفاعل الزوار بهالمعرض كيف بيكون؟ يعني يشوفوا وجوه شخصيات بيعرفوها حبوها، قديش لازم يكون اذا بدك هالصوره تكون حقيقيه؟ يعني بدها دقه، الملامح لازم تكون هي طبيعه الحال. ايه اكيد. انا بالنسبه لي اللي كان شغله كثير ايجابيه انه اللي مرق على اعمالي اللي محطوطه كان كثير شيء واضح، بس الشيء المفاجئ أكثر هي عم بيشوفوا العمل، طريقة التركيب تبعه اللي هي البوب آرت معروف، بس حبيت أنه غير فيه شوي بألوان معينة وإبرازه بدل من غير ما يكون ناحية. 3D صار بدل ما يكون 2D صار 3D. بتكون موجود عادة بالمعرض جورج، بترسم لوحات إذا كان في زوار مباشرة يمكن؟ بالاجمال ايه، مرقت بهالتجارب، بس النوع اللي انا بتناوله اجمالا بده وقت طويل لانه منه سكتش كتير دقيق، مطلق يعني بورتري. الصورة قد ايه تاخذ معك وقت؟ بين ال 12 و15 ساعة، لأنه رياليستيك وإبر رياليستيك، وخاصة لأنه أسود وأبيض يعني بيكون شوي دقيق. هلا في شيء عم تحضر له جديد؟ معقول نغير بالالوان نطلع من البلاك اند وايت؟ اكيد. هلا بالنسبه للبلاك اند وايت بعد ما اكتفيت اجمالا، بس عم بحضر لمعرض بتموز بجولاي، بنهي الاسود والابيض.